يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا فخر ده يتربط فوق السطح مع كلاب الجيران. انت مصر نربطه في الحمام، قديم ثروت كل حته، ومن امبارح بالليل عمال يعوي ما نايمنيش دقيقه. شايف المايه اللي عاملها هناك دي يا فخر؟ لا ما تظلموش يا سيد، المايه دي انا اللي عاملها، وبعدين اللي مش عاجبك ده اتفرج عليه بعد سنه، هجيب لك منه ولد يا سيد، العيال بتوع التجمع هيخطفوها هوا وهسميها جرين روتريفر. وبعدين يا بني ادم قايل لك 100 مره اكله بعديها بتلت ساعه نزله اي جنينه هيعملها على طول. ما انا حاطط له دراي فود من امبارح ما اكلش منه لقمه. يا ابني جرب اكله دلوقتي. طيب امسك بس عشان ايه بالراحه يلا ايه بالراحه بالراحه خالص يلا يلا كم ايت ايت يلا يلا امسك 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 يا ماسكو. انت بتقول له ايه؟ بقول له ايه ده ما بياكلش بالانجليزي، ده هات له هياكل ورجول واضربها في رز هيرمي معاك لحم وعضل. انا بربي من زمان وعارف ده مكانه الحمام. خلاص بدل مصر نربيه في الحمام يبقى على الاقل نعوده يعمل في ركن واحد. ماشي امسك بقى هوريك ازاي نعلمه. تمام يلا ايزي كام يلا ايزي 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 ماني ايزي ماني ايوه ايزي ايزي ماني ايزي ماني ايوه يلا ايزي اطلع هات الجنون ده يلا بص انت عملت ايه بص يلا شم كده نو كده نو يلا 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 هتطلعه كمان ست 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 هتطلعها كده كمان ويخاف من الناس. ست انا اللي بكلمك بصيلي بصيلي انا اللي بكلمك ست ست جود بوي جود بوي جود بوي هو سهل جدا جود بوي ست كاتش يوما سكر ده كداب انا مش عارفه هو بيعمل معايا كده ليه كل ده عشان رفضت اتجوزه زمان فبيتهمني اني حراميه طب انا اسرق منك 20 مليون جنيه ليه ما انا لو طلبتهم منك هتديهم لي مش كده ماما الو احنا كده تمام وزي الفل معانا الاريال وناقصنا حد يشتريه حد يعرف طريقه لبيعه انا في واحد صاحبي عنده محل اسماك وادوات حيوانيه ممكن نعرضه عنده مفيش حاجه اسمها ادوات حيوانيه اسمها ادوات منزليه اه صح طب خلاص اكتبي كده على جوجل ازاي نبيع كائن فضائي انا لو كتبت كده على جوجل جوجل ممكن يدف في وشي طب اعمل ايه يا ريتاج انت بتحبطيني ليه اخش اسربه ممكن بقى تسكتوا انتوا الاثنين عشان عرفت هنبيع الاريال ده ازاي الحق يا علي يا علي يا معلول في ايه بص كده على الاعلان ده يا ابن اللعيبة فرصة العمر طبعا طقم كاسات وعليه طقم جيلي هدية بتسعة وتسعين جنيه بس هو أنا بفرجك على إعلان الشركة السعودية؟ معلش أصل أنا مركز مع عيد الأم عشان أمي وحشاني يعني طب ركز معايا علشان ما خلكش أنت اللي توحش ماما أوكي يا حاضر بص كده على الإعلان كائن فضائي للبيع تفتكر هو ده؟ وأنا هتوه عنه طبعا هو يبقى لازم أبعت لهم على الإيميل